السلام عليكم. حرر جبل هان وتأمن طريق الضباب في تعز وفك الحصار من المنفذ الغربي، كما حرر موقع المكلكل شرق المدينة. هذه خارطة التقدم في العديد من الجبهات التي تحركت بشكل منسجم ومتناغم، معززة ببيان موحد باسم المجلس العسكري. المدينة المحاصرة والمخنوقة تتنفس، ورئة المقاومة تتوسع بشكل تراكمي وتماسك بالغ الترابط والتأثير. انضوت كل فصائل المقاومة تحت لافتة واحدة: تحرير تعز وسعادة الدولة. كيف استطاع جيش حديث العهد أن يتفوق على الكتائب الميليشياوية المدربة التي خاضت حروبا طويلة، وفصائل من جيش ولاؤه لفرد أعده لثلث قرن لخدمة أغراضه الخاصة؟ وكيف انبعثت مقاومة من مدينة محاصرة كانت أشبه بجزر معزولة، فامتلكت فكرا عسكريا يقول عنه متابعون إنه احترافي؟ حضرت الدولة ممثلة بالجيش الوطني، وانضوت جميع فصائل المقاومة تحت هوية الجيش الوطني وبياناته، كما أدارت القيادات العسكرية التشكيلات المتعددة للجيش الوطني والمقاومة، وحافظت على مستوى جيد من الانضباط يضمن تحقيق مزيد من التقدم واستكمال عملية التحرير للمحافظة، التي يبدو أن تحريرها الكامل أصبح هدفا تشير إليه المعطيات الميدانية، بعدما استعاد الجيش والمقاومة المبادرة بإحراز تقدم في معظم مديريات تعز. حول معركة التحرير واستعادة الدولة في تعز ستكون حلقة المساء لهذه الليلة. بداية أرحب بضيفي في الاستوديو الصحفي والزميل بغرفة الأخبار وليد البوكس. أهلا بك سيد وليد. أهلا زميل وجيه، وأهلا بك وبالسادة المشاهدين. إذن نبدأ هذه الحلقة مشاهدين الكرام بمتابعة هذا التقرير. 4 أيام من القتال المتواصل أفضت إلى هذا الإنجاز الكبير الذي حققته مقاومة تعز والجيش الوطني، وأفضى إلى هزيمة الميليشيا في أهم معاقلها وفي أكثر مواقعها تحصيناً في محيط مدينة تعز. نجحت المقاومة في إعادة فتح المدخل الغربي للمدينة من جهة الضباب، إنجاز لم يكن ليتحقق لولا هذا التكتيك الذي اعتمدته المقاومة والجيش الوطني، وقامت من خلاله بهجمات مباغتة أفقدت العدو توازنه وأربكته، فلم يكن لديه من خيار سوى الفرار. جبل الهان أحد المناطق التي تم تحريرها، وبتحريره تم تأمين المدخل الغربي للمدينة، وذلك بعد يومين على تحرير منطقة الحدائق ومحيط السجن المركزي والمقهاية وجبل الخزان. بدأت أولى الخطوات نحو هذا النصر من هنا، من جبهة تعبات، ومنها تتحرجت كرة الإنجاز المقاوم لتستأصل الميليشيا على طول الطريق الذي سلكته عبر المعاقل الرئيسية للميليشيا في حارة قريش وصالة، حيث تحققت المفاجأة بتحرير موقع المكلكل فمحيط القصر القديم ووادي صالة باتجاه تبة السلال. تقدم أثار الرعب في صفوف الميليشيا ودفعها إلى الفرار من تبة السلال التي تشكل إحدى مواقع التمركز المهمة لهذه العناصر. حصلت تعز على فرصة للنفاذ من حصار مؤلم فرضته الميليشيا على سكان المدينة على مدى أكثر من عام ونصف دون هوادة، ومعه خطت خطوة مهمة باتجاه التحرير الكامل على قاعدة الإيمان بالدولة وبالانتماء لهذا الوطن. وبقي أن يتعزز هذا النصر بدعم الحكومة والتحالف، لا بالمزايدات وبالإسناد الميداني، لا بالإدعاءات. إذن أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أستاذ وليد، لو بدأنا بقراءة إجمالية لما هي خارطة التقدمات التي حدثت اليوم للمقاومة في تعز؟ نعم أخي وجيه، بداية نترحم على الشهداء الذين سقطوا في المواجهات الأخيرة خلال الأربعة الأيام الفائتة. إذا ما نظرنا إلى خارطة الطريق، أعتقد التقرير أيضا للزميل ياسين التميمي شمل بشكل عام جميع المواقع التي حررت بما فيها أيضا التي كانت من بداية المواجهات قبل 4 أيام، وهي منطقة الثعابات أو الجبهة الشرقية. من الواضح أن هناك تكتيك عسكري عالي الدقة، وأحرز أيضا ثماره بشكل بفترة قصيرة جدا، ابتداء من ثعبات ومن ثم حسنات ومن حتى صالة. صالة هي في الجبهة الشرقية. بالضبط، صالة هي أقصى نقطة في المدينة، كانت أيضا تمتاز أو فيها الميليشيا تتمركز داخل إحدى المعسكرات أو هو تابع للحرس الجمهوري، دفاع جوي حرس جمهوري، هو الموقع المكلكل. هذا أيضا
حتى هذا الموقع بالضبط تكون استكملت المقاومة ما يشبه القوس أو نصف الدائرة في الجهة الجنوبية الشرقية وأمنت ظهرها تماما، بما فيها أيضا جبل العروس المطل على المدينة بشكل عام. ابتداء من هذه النقطة، إذا ما نظرنا إلى خارطة المواجهات بشكل دائري، ستتجه أيضا المقاومة إلى الجحملية الذي تعتبر أيضا معقل للميليشيا، وهي أيضا تدور الآن على تخوم الجحملية في حارة حي قريش مواجهات حتى اللحظة. أيضا على امتداد هذه المنطقة يوجد أيضا القصر الجمهوري، حي الزهرة، تبة السلال، هذه أيضا حتى الآن لم أو تكون المقاومة على مشارف هذه المنطقة، مناطق تماس بالضبط. أما من الجهة الغربية فهي أيضا الضباب، الربيعي، منفذ غراب، نعم، تبة المقهاية والمقبابة، هذه المناطق أيضا بشكل عام التي كانت المقاومة تحرز تقدمات في السابق وأيضا تتراجع لقلة الإمكانيات كما يعرف الجميع، وأيضا الغطاء من الحكومة الشرعية قليل أو نادر، أيضا من التحالف ما ندر أيضا بتغطية الطيران وهكذا. نعم، لكن الآن يبدو بأن المقاومة عازمة على حسم المعركة أيضا خلال هذه الأيام وربما قبل العيد، بحيث أن هناك أيضا الميليشيا حاولت تتقدم في ريف المدينة أو في ريف المحافظة تحديدا في مناطق بعد حيفان، بعد المقاطرة، العبوس، في هذه المناطق. هنا أيضا هي نقطة الفاصل التي أيضا تركن إليه المقاومة، ذهبت إلى المنافذ الشرقية الجنوبية الشرقية وتركت توسعت الرقعة بمعنى توسع الرقعة بالضبط. لكن الأهم من هذا كله بأن المقاومة تسير على ما يبدو، أو الجيش الوطني أيضا يسير وفق خطة، كما تحدث أيضا اليوم تحدث إلينا الناطق الجيش الوطني في تعز العميد منصور الحساني، ويقول بأنه من جزء العملية وفق خطط مرتب لها ومعد لها سلفا، وهذا يدل على أن المقاومة انتقلت، والجيش الوطني بالطبع انتقلوا من مرحلة الدفاع عن النفس إلى مرحلة الهجوم، ثم أيضا في اعتقادي أيضا إلى مرحلة استعادة الدولة. تعز بحاجة إلى عودة الأجهزة الأمنية، إلى عودة مؤسسات الدولة، وأنا أعتقد بأنها ستكون المحافظة الأولى من حيث الاستقرار والأمن، وإذا توفرت الدولة وتوفرت وعادت إليها الأجهزة المناط بها أن تحضر طيب باسم الدولة. قبل أن ندخل إلى هذه الجزئية، نعم، أعود سابقا إلى ما تحدثت عنه أن الميليشيا توسعت أكثر في الجبهة الريفية في جنوب شرق المدينة، ما هي الفكرة أو لماذا تقدمت الميليشيات هناك؟ ما فتح ثغرات للمقاومة في مناطق أخرى مع الجيش الوطني فاستغلتها في هذه التقدمات الآن؟ هي لا يمكن أن تدخل في سياق المفارقة بأن الميليشيا تقدمت في الجهة الشرقية الجنوبية الشرقية في ريف المحافظة والمقاومة تقدمت عكس تماما، لا، هي ليست مفارقة، وإنما إصرار من المقاومة أيضا بما فيها الانتفاضة التي حصلت خلال هذا الأسبوع أو هذه الأيام القليلة القصيرة الفائتة. أيضا أوقفت المقاومة والجيش الوطني تمدد الميليشيا في ريف المحافظة بعد أن توغلت في حيفان، توغلت في الأعبوس، توغلت حتى هيجة العبد، وحاولت قطع الطريق لكنها فشلت في لحظة تصدي الجيش الوطني والمقاومة في هيجة العبد لهذا التوجه. ربما هي استغلت الفرصة أو الموقف التي كانت المقاومة تعيد صفوفها والجيش الوطني يعيد حساباتهم، يعيد تدريبات معينة، فذهبت لتتوسع. لكن القراءة لخارطة المعارك تقول بأن تأمين ظهر الجيش أو والمدينة بشكل عام قد حدث، بما فيها مواقع في صبر، في الشقب، في المسراخ، في طيب. أستاذ وليد، ينضم إلينا الآن الأستاذ عارف جامل وكيل محافظة تعز والقيادي في المقاومة الشعبية. مساء الخير سيد عارف. مساء النور والعافية العزيز، أهلا بكم. نبارك هذه الانتصارات التي تتحقق، كذلك هناك الكثير من التساؤلات حول هل ستتم عملية تأمين المناطق التي باتت في سيطرة المقاومة الشعبية والجيش الوطني من الناحية الأمنية بحيث يعزز هذا الانتصار ومن ثم يتم التقدم في مناطق أخرى. بالطبع هي كانت مراحل، لكن مراحل متتالية، أقصدنا المرحلة الأولى هي كسر الحصار بشكل أساسي ثم تأمين هذا النصر.
واستفادا من الأخطاء السابقة في الفترة الأولى عندما تم فتح خط الضباب، ثم عادت الأمور إلى ما عليه. اليوم ما هناك عملية موحدة، هناك عملية مشتركة ما بين الجيش والمقاومة الشعبية. الآن تم فتح الخط والخط سالك موجود، لكن تجري الآن بعض التجربة الموجودة والمحيطة ربا تعز باشا، هذه الآن يتم تأمينها في تنشيط المنطقة بشكل أساسي، سواء كان من بعض الجيوب اللي فيها صار. أين هذه النقاط سيد عارف؟ لأن الصوت يتقطع، لم يعني تظهر بشكل أكيد هذه النقاط. هو طبعا عندما كان تم تحليل أكثر من تبة في الجهة الغربية، عندما تم السيطرة بالكامل على جبل هان تم مؤمر وسالك من المركبات والعربات والناس يتقاطرون على المنبر، لكن التأمين الكامل لا يزال جاري. أيضا التأمين الكامل بدران الربيعي والمقاومة إن شاء الله كامل، هذه المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية سائرة في الطريق إن شاء الله. طيب هذا التوحد في غرفة عمليات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، هل يمثله أيضا أو يأتي معه بتوازي معه دعم كافي من قبل قيادة الجيش الوطني وكذلك التحالف العربي لعمليات التي تجري في تعز باعتباره قيادي في المقاومة؟ والله هنا نقدم جزيل الشكر لأخوة قوة التحالف وعلى رأسهم، وأيضا نحن كما طرحت أنا سابقا أننا الآن نخرج من المناطق الضيقة إلى مناطق مفتوحة. هذه المناطق المفتوحة بحاجة إلى عتاد أكثر، عتاد أكثر، إلى إمكانية أكثر. يعني عندما تكون في نطاق حدود الأطراف، الآن عندما تبدأ تقارب من الجهة الغربية أو من الجهة الشرقية تبدأ تنفتح المدينة بشكل أكبر، هناك اكتباب أكثر، لأن العدو متركز كما قلنا في الأطراف ويحد المنافذ أو من جهة القاعدة إب، وهذه المناطق طبعا مفتوحة بشكل كبير واتباعات كثيرة، وهو يعتمد على خط ناري قوي وكثيف، وبالتالي فهي بحاجة كما قلنا وابتعاد كثيرة على مقدمة. الأمل أن يكون أن يزداد في الفترة القادمة إن شاء الله بإذن الله، بحيث تستكمل تحرير مدينة تعز بالكامل. نعم، إذن عارف جامل وكيل محافظة تعز والقيادي في المقاومة الشعبية هناك كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. عودة أستاذ وليد. أستاذ وليد، ما هي الأهمية العسكرية للمناطق التي تم تحريرها سواء في الجبهة الشرقية أو كذلك الجبهة الغربية؟ عمليا المناطق التي يجري تحريرها في أي في كل الحروب هي عندما تحرر تؤمن، هذا تلقائيا حررت في المرة السابقة، وبالمناسبة في أغسطس العام الفائت فتح المنفذ الغربي وحررت المدينة وجرت احتفالات أيضا، لكن الميليشيا عادت لأن المقاومة كان عودها لم يشتد أو كان هناك نوع من الإرباك. لكن المواقع بالذات في تعز، المواقع العسكرية عندما تحرر حاليا لابد أن تؤمن، لابد أن تجري أجهزة الدولة داخل هذه المواقع بحيث يعود الناس إلى أوضاعهم السابقة، إلى حياتهم، إلى ممارسة حياتهم. الناس نكل بهم من الميليشيا، بالمناسبة أيضا يتم قصف أحياء في صالة، وسقط اليوم أيضا قتيل شهيد من المدنيين، وشاب أعتقد اسمه أديب مهيوب، وجرح شاب آخر أيضا نتيجة قصف على قصر صالة والأحياء المجاورة من تبة السوفيتيل ومن جبل القعشة. هذه المناطق التي ما تزال الميليشيا متمركزة فيها وتقصف، بالإضافة إلى فندق السوفيتيل. أقول أعود وأقول بأن المناطق التي يجري تحريرها وتأمينها هي أيضا في رصيد المقاومة، أيضا يتم تجاوزها أو بشكل بلغة الحرب أو يتم أيضا حصادها بشكل يعني سريع وتصبح مضمونة. يعني هناك كان حديث على أن لجبل هان أهمية استراتيجية من حيث أنه يطل على بعض المناطق، هل فعلا يحمل هذه الأهمية؟ وكذلك ما هي المناطق الأخرى التي لربما إذا ما حررت تمثل نقلة نوعية في مسار المواجهات؟ نعم، جبل هان أيضا هو جبل استراتيجي يأخذ أهميته أيضا كونه وسط منطقة مفتوحة منبسطة إلى جوار مصنع السمن والصابون، إلى جوار منطقة الربيعي، إلى جواره أيضا مفرق شرعب، جبل حبشي، هذه بالإضافة إلى طريق الضباب. هذه أيضا الجبل أيضا عندما أو حدائق الصالح التي سميت أيضا مؤخرا باسم محمد اليمني
الشهيد محمد اليمني زميلنا المصور الصحفي. وبالتالي هذه المرأة هذا الجبل بالذات عندما أحتاج إلى مرحلتين من التحرير. المرحلة الأولى كانت قبل يومين واليوم أستكمل. هو جبل ممتد تماما سلسلة من التباب. أيضا عندما أمن هذا الجبل فتحت المنفذ الذي باتجاه الضباب، والآن إذا تم تأمين منطقة الربيعي سيفتح المنفذ الذي باتجاه شرعب مفرق شرعب، وأيضا سيؤمن أو ستقطع خط الإمداد الرئيسي عبر طريق الحديدة الذي هو خط الإمداد للميليشيات. نعم. طيب ينضم إلينا الآن أستاذ وليد العميد سمير الحاج الناطق باسم الجيش الوطني. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور أخي العزيز، أهلا بك. لو بدأنا بالحديث عن حضور الجيش بالمحور العسكري وكذلك بالأولوية العسكرية كذلك كان محافظ المحافظة، ما هي الرسائل التي يريد الجيش وكذلك قيادة السلطة المحلية للمحافظة إيصالها من خلال هذا الحضور الموحد؟ شكرا لك أخي الكريم ولضيفك ولقناة بلقيس. الحقيقة نحن سعينا منذ فترة طويلة حتى توحد الجبهات ضمن إطار الجيش الوطني، و فخامة الأخ رئيس الجمهورية أصدر أوامره بتجنيد أفراد المقاومة الشعبية، واليوم العمل جاري بتوحد كبير بانسجام كبير بين جميع فصائل المقاومة وقيادة الجيش الوطني. الكل يعمل باتجاه تنفيذ خطة محددة أعطيت للجميع وبدأت تنفيذ بشكل انسيابي وجيد، والحمد لله إلى هذه اللحظة منذ 3 أيام والأمور تسير كما خطط لها، بل دعني أقول لك ربما إن شاء الله أفضل مما خططنا لها. طيب بخصوص قطع الإمدادات عن الميليشيات الحوثي، هل نجحت المقاومة والجيش الوطني في هذه النقطة المهمة؟ وكذلك ما هي المناطق التي بالفعل تمت السيطرة عليها مؤخرة وتمثل أيضا نقلة استراتيجية بالنسبة لمسار المواجهات؟ من حيث قطع الإمدادات عن الانقلابيين، دعني أقول لك نحن إلى الآن لم نقطع الإمدادات عن الانقلابيين، لكن هناك نقاط الآن حساسة بدأت التقرب منها مثل منطقة جبل الوعش، منطقة أيضا الستين لمحاولة قطع تحرك الآليات والعربات. هناك أيضا بإذن الله الدعم سيصل إلى جبهة الصلب لقطع خط الإمداد من منطقة الدمنة. هناك تقدم بفضل الله في الجبهة الشرقية، نأمل أن يصل إلى مثلا طريق الحوبان. كل الأمور هذه تسير بشكل متزامن وجيد هذا، لكن إلى الآن لم يتم قطع أي طريق من سلال الحوثيين. لكن كان الهدف الاستراتيجي اللي سعينا إليه هو فتح المنطقة الغربي. دعني أقول لك أنه بفضل الله تم تنفيذ تحرير هذا المنطقة، ولم يبقى لدينا أي عائق سوى العائق الألغام الأرضية الذي استخرجنا مجموعة منها، ولا زال الفريق الهندسي يحاول استكمال هذا العمل. وهي ربما من أصعب المهام بطبيعة أن الحوثيين يزرعون في كل مناطق التي يعني يهربون منها. لكن سيادة العميد، باعتبار أن المنفذ الغربي لتعز حرر، هل بات الآن من الأسهل وصول الإمدادات العسكرية واللوجستية بالنسبة للمقاومة من مناطق سيطرة الشرعية يعني سواء في المحافظات الجنوبية أو في غيرها؟ على أي حال دعني أيضا أضيف لك في موضوع الألغام، الأصعب ليس زراعة الألغام لكن الأصعب هو الزراعة العشوائية، لأن هذه الميليشيات لا تراعي أي حرمات ومن ثم تقوم بزراعتها عشوائيا، مما يجعل أو يصعب قضية يعني تحديد حقول الألغام وتحديد أماكنها. هذه ربما هي الأصعب. الآن صح. الخط سالك بإذن الله وسيتم تأمينه أكثر وأفضل، مما سيجعل خط الإمداد ما بين محافظة عدن والمناطق الجنوبية ولحد وتعز إن شاء الله سالك خلال الأيام القادمة. نعم. طيب مسألة حضور قيادة الجيش يعني بإطار ينضوي تحته تشكيلات المقاومة، هناك انضباط كبير كان حاضر لربما كما يعني يقيم مراقبين، هل بات من السليم أن نقول أن الجيش والمقاومة الآن هم في أفضل حالاتهم من الناحية التنظيمية؟ مؤكد. أولا أخي الكريم دعني أؤكد لك أن جميع فصائل المقاومة بلا استثناء كلها أكدت يعني رغبتها وحماسها للانضواء والانضباط تحت قيادة الجيش الوطني. طبعا هنا قيادة ميدانية سيتم يعني ترقيتها وتطعيم الجيش الوطني لها، هناك أفراد الجيش الوطني، الأمور ماشية بشكل جيد. دعني أقول لك بأنه فعلا لأول مرة نعمل كفريق عمل بكل الاتجاهات،
حتى أن بعض الاتجاهات كنا نريد فقط أن نصل إلى مرحلة فقط المشاغلة ومرحلة فقط التعطيل، لكن إذا بهم يتقدمون مساحات شاسعة جدا ربما نحاول استيعابها الآن. طيب، باعتبار أن هناك مساحات واسعة يتم تحريرها، لربما هذا يعطي مسؤولية أكبر أو حاجة أكبر لوجود يعني آليات عسكرية وكذلك أفراد لتأمين هذه المناطق المتسعة شيئا فشيئا. هل يعني ذلك مؤمن بالنسبة للجيش والمقاومة؟ مناطقنا الذي تم تحريرها في هذه الفترة أعتقد أنها مؤمنة وتحت السيطرة الكاملة، لكن أتفق معك تماما بأنه كل ما توسعت حركة تحرير المناطق كل ما احتجنا إلى عدد أكبر وإلى آلية أكثر. نسعى مع إخواننا في التحالف العربي أن نؤمن هذه المناطق بمجرد استكمال تطهيرها، ودعني أؤكد لك أن هناك تجاوب كبير إن شاء الله خلال الأيام القادمة نحاول نغطي مثل هذه الأماكن. الناطق باسم الجيش الوطني العميد سمير الحاج، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أستاذ وليد، هل من نقاط تعقب عليها بكلام ضيفنا العميد سمير الحاج؟ هي نقطة بالفعل اللافت للترتيبات التي يقوم بها الجيش باحتواء المقاومة. كان هناك لغط واسع داخل الإعلام بشكل المتعدد بما فيها أيضا مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها عن أن كل فصيل في تعز أو بالمقاومة والجيش يقاتل بمعزل عن الآخر، لكن من الواضح أو من خلال كلام أيضا الناطق الذي يعززه أيضا هذا الكلام ما يحدث هذه الأيام على أرض الواقع. هناك فصائل متعددة جميعها تقاتل بشكل منتظم كما هو حاصل، تحرز أيضا تقدمات وانتصارات أيضا واضحة تماما على الأرض. هناك لواء الطلاب، لواء الصعاليك، لواء أيضا حسم، جماعة أيضا المقاومة الأولى التي كانت أيضا سبقة قبل تشكيل هذه الفصائل والألوية. والدليل أيضا بأن أنا عندي أيضا تفاصيل أو معلومات بأن الجبهة التي تقاتل فيها يقاتل فيها الجيش الوطني أيضا يعزز من هذه الفصائل، والعكس الجبهات التي تقاتل أيضا فيها فصائل من المقاومة يعززها الجيش الوطني المتمثل باللواء 35 و يعني هناك أفراد. اندماج أيضا من ناحية الأفراد. نعم، هناك انسجام وتناغم عجيب ورهيب. تعز ترد على هذه أو على هذه الادعاءات أو التوهمات التي كانت في السابق. من يقاتل على قضية لا يمكن أن يخسر، من يقاتل على قضية يمكن له أن من السهل أن يرتب صفوفه، من السهل أن يستعيد أراضي، من السهل أن يدافع عن أرضه وعرضه وملك وأين موضع قدمه كما يحدث الآن في تعز. هناك شباب تركوا أيضا الجامعات، هناك شباب أيضا تخلوا عن وظائفهم، أيضا لم يجدوا طريق إلا طريق واحد هو سبيل المقاومة والذود عن المحافظة. يعني لا يمكن الآن يعني وفق هذه التراتبية الجديدة أو التنسيق الجديد إن صح التعبير، وإن كان هناك تنسيق لكنه ليس بهذا الشكل الآن، لا يمكن الحديث على أن الجبهة الشرقية الآن محسوبة لتيار أو فصيل معين والجبهة الغربية محسوبة لتيار أو فصيل معين، كلها تنطوي تحت غرفة عمليات واحدة. نعم، حتى الآن نحن أيضا لسنا جزء من غرفة العمليات أو ما يحدث على، لكن حتى الآن نحن نقرأ ما هو واضح، نقرأ بالضبط، نقرأ ما يدور أمامنا أو ما يصلنا من مشاهد وما يصل العالم كغيرنا. نقرأ أيضا من لدينا أيضا تواصلاتنا ومصادرنا، نعرف من يقاتل في هذه الجبهة ومن يقاتل هنا ومن يقاتل هناك. لا نستطيع أن نفرق ربما بالتسميات والتوصيفات والأوصاف، لكن من الواضح أن المسألة في تعز أخذ خط بغض النظر عن 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 ما يحدث أو ما من ارتكاب أشياء أو خروقات معينة، لكن المسألة تأخذ خط ممنهج واضح أيضا عندما توحدت الجهود وعندما تم حدث انسجام كبير جدا يحقق انتصارات على الأرض وصريحة. طيب، سأسألك على لماذا غابت الكثير من الشائعات التي صاحبت الكثير من يعني صاحبت عمليات فك الحصار عن تعز في المرات السابقة، لكن قبل ذلك نشاهد وأسادة المشاهدين نلقي الضوء على أهم المواقع التي دارت فيها المعارك في اليومين الماضيين عبر المادة الجرافيكية التالية، نتابع مشاهدينا الكرام.
إذن تابعنا وإياكم مشاهدينا الكرام هذه المادة التي وضحت أهم المواقع التي دارت فيها المعارك خلال اليومين الماضية والأماكن التي تقدمت بالفعل فيها المقاومة الشعبية. أستاذ والدي، كنت سألتك حول لماذا غابت الشائعات التي صاحبت تقدمات المقاومة وكذلك عملية فك الحصار فيما سبق؟ طبيعة المراحل التي تسبق أي انتصارات، تسبق أي هناك أجهزة ومطابخ تعمل بشكل دائم ومستمر وموجه لضرب أي مشروع كان للجيش الوطني، للتغيير، للمقاومة، كانت تحاول استهداف هذا العمل بشكل دقيق. فمرة تتحدث عن جوانب مالية، ومرة أيضا تتحدث عن خذلان من التحالف، ومرة أيضا أخرى أو ثالثة تتحدث عن خلافات داخل المقاومة. ما يحدث على الأرض اليوم أو ما تحققه المقاومة والجيش الوطني من تقدمات وانتصارات هو أيضا رد كافي على هذه الشائعات، وبالتالي أيضا نحن أمام مرحلة جديدة، شاء من شاء وأبى من أبى. نحن لسنا جزء، على سبيل المثال أنا أقول هذا الكلام شخصيا، لسنا جزء مما يحدث لنرد على هذه الشائعات، نحن جزء من حياة الناس، اهتمامات الناس، أوضاع الناس، مشاكل الناس، قضايا الناس الذي تعرضوا للتنكيل وحتى القتل والتعذيب والتشريد والنزوح، ويعني تعرضوا لأسوأ أنواع الاستغلال. نحن جزء من هذه القضايا، لسنا جزء من الشائعات نفندها أو بالتالي أيضا هي تحدث، هي أيضا تأخذ مجراها. لكن عندما يكون هناك جيش وطني، ويكون هناك قيادة مسؤولة، تكون هناك أيضا مقاومة مسؤولة عن مشروعها الحقيقي، تتلاشى هذه الشائعات والإشاعات وتختفي طبعا، كما هو حادث اليوم في تعز. وتعز هي بؤرة، أو تعز هي المساحة الجغرافية التي منها يجب أن تقرأ اليمن، يجب أن تقرأ المنطقة بشكل عام التي تتحرك فيها الميليشيا. على سبيل المثال الميليشيا أو مشروع تجاوزت إب، لما يحدث شيء في ذمر، لماذا ذهبت إلى تعز بالذات؟ هناك أيضا الموقع الجغرافي معروف باتجاه المخا، باتجاه باب المندب، مواقع حيوية وجغرافية لها ثقلها في الجغرافية المحلية. نعم، وأيضا بالإضافة إلى المنافذ أو التي إلى عدن والجنوب بشكل عام. طيب الآن هناك خطاب موحد للمقاومة والجيش، انضوت الكثير من الفصائل التي عددناها تحت هذه الهوية وكذلك البيانات، هذا كيف سيؤثر على طبيعة متابعة الناس للتقدمات الجارية الآن على الأرض وكذلك تعاملهم مع التعاطي الإعلامي سواء من قبل يعني من قبل الجيش الوطني أو من قبل الأطراف الأخرى، يعني جهة الإنقلابيين التي كما يقول الكثير من المراقبين أنها كانت تبث الكثير من الشائعات خلال الفترات الماضية؟ هو ما يحدث طبعا، ما يحدث على الأرض، ما يحرزه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هو كفيل بأن يفند هذه الادعاءات، يفند أيضا الأقاويل التي تجري. الناس جزء من حياتهم اليومية وهمومهم بأنهم يريدون أن يعودوا إلى حياتهم الطبيعية، الجيش أو المقاومة هم جزء من حياة الناس، هم أيضا واحد من النسيج الاجتماعي، واحد من المكون الاجتماعي داخل المجتمع الطبيعي التعزي أو غير التعزي يعني. لكن الجيش يعني يقال أن يعني رمزية الجيش هي رمزية حضور الدولة، حضور هيبة الدولة. نعم، باعتبارها نعم. الجهة الوحيدة المحتكرة للقوى. نعم. القهرية والقوة يعني السلاح أو ما شابه. هل هذا يتعزز برأيك في نفوس المواطنين أو في نفوس من يتابع هذه التقدمات للجيش الوطني بداخل تعز؟ نعم، دعني أخبرك أخي وجيه، نحن أيضا على سبيل تربية تعز، أنا أعرف شخصيا بأن تعز كان ممكن إذا تحدثت إلى أي مواطن بأنك ستحضر له شرطي أو من القسم شرطة معين أو من ضابط شرطة، خلاص المسألة حسمت بالنسبة له. يعني الناس تريد دولة، الناس أيضا تبحث عن دولة، عن مواطنة متساوية، وبالتالي عندما دمرت هذه الفكرة وجدوا الناس لم يجدوا أمامهم إلا طريق واحد، هو إيش؟ حمل السلاح ومواجهة مشروع ضرب الدولة. في تعز حدثت هذه بشكل عام، بأن
الأجهزة أو المطابخ الإعلامية للانقلاب للميليشيا للمخلوع كانت تروج تماما بأن تعز ممكن ندخلها في عصا، ممكن نستطيع أن نحكمها بأبسط. عندما تفرد الناس بالمقاومة والنضوء تحت الجيش الوطني والفصائل المقاومة التي فعلا تحمل هم وقضية رئيسية وقضية دولة، قاتل الجميع، قاتل الطالب وقاتل الطبيب وقاتل المهندس وقاتل الفلاح وقاتل حتى النساء، يعني لم يتركوا الرجال إلا وشاركوهم في بجميع المراحل هذه بحثا عن دولة لا تريد تعز شيء غير الدولة. وبالتالي الآن هم في طريق استعادة الدولة أيا كانت، أيا التكاليف، أيا كانت الفاتورة باهظة الثمن، فلا مفر إلا من استعادة الدولة وعودة الدولة وإدارة الدولة إلى أجهزتها ومؤسسات الدولة. طيب النقطة التي تحدث على أن الجميع انضوا تحت لواء المقاومة، يعني يتحدث الكثيرين عن نموذج فاجئ ربما، يعني ليس هناك قوى عسكرية كبيرة بداخل تعز، فكيف تتحقق هذه التقدمات على الأرض؟ هل فعلا هناك نوع من النموذج البارز في تعز الذي يعني عسكريا يستحق الإشادة ويستحق أن يحكى عنه بشكل أكبر؟ هو للأمانة أو صراحة لا يوجد شيء خارق في تعز، أو لا يوجد شيء حدثت مسحة سحرية، لم تحدث هذه على الإطلاق. وجد الناس وجدوا الدولة تباد، وجدوا أنفسهم أيضا في العراء، وجدوا أنفسهم أيضا خارج أعمالهم، خارج مؤسسات الدولة، أقصوا كما أقصى الكثير من في المحافظة الأخرى، لم يجدوا شيء إلا أنهم حملوا السلاح وقاتلوا. وبالتالي كما قلتنا في السابق أيضا، من يقاتل على قضية، من لديه قضية لا يخسر. وكذلك عندما يحضر على سبيل المثال شخص من ذمار، أنا مع احترامي أيضا لأبناء ذمار أو آنس أو صعدة أو البعض، عندما يحضر مجند فقط أو ميليشياوي عنصر ميليشياوي إلى صالة، إلى تعز، إلى صبر، إلى حيفان، إلى العبوس في أقصى يعني 250 كيلو 500 كيلو يقطعه على فقط لأجل يواجه شخص أو يقتل أو يفجر بيت أو من الطبيعي أن تجد أن نفسك، نعم من الطبيعي أن تخلق مقاومة ومجابهة لهذا المشروع. طيب دعنا نشترك في النقاش أستاذ وليد المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. لا مساء النور أخي، حياكم الله. أستاذ عبد الهادي، إذا ما تحدثنا عن انبعاث هذه المقاومة التي يتفضل الأستاذ وليد بأنها يقول استجابة طبيعية لهذه يعني لما واجهته من الميليشيات الإنقلابية، هل مثلت مع عمليات المقاومة على الأرض ومن ثم انضواها تحت الجيش الوطني بشكل مؤسساتي يحتذى أو يقدر بشكل كبير، هل مثلت نموذجا جيدا إلى حد ما يمكن التعويل عليه في بناء الدولة التي يتطلع لها اليمنيون؟ تأكيد أخي، انضواء المقاومة في تعز تحت لواء الجيش الوطني عملية واضحة منذ البداية. أعتقد لو عدنا إلى الخلف عندما كان الأخ رئيس الجمهورية في عدن، طرحت هذه المسألة، قالوا عليكم تشكيل لجان شعبية للدفاع عن تعز، فكان رد الحاضرين للأخ الرئيس عليك تشكيل ألوية عسكرية نظامية، هذه منطقة مدنية وبالتالي لا يستطيع هؤلاء أن يقاتلون إلا تحت راية الدولة، لأن الأصل الذي قامت عليه عملية الانقلاب كانت مشتركة على عاملين: اتهام هذه المناطق أنها جماعة إرهابية بالجملة، أولا أنهم داعش، والجانب الآخر هناك انقلابا على شرعية قائمة، وبالتالي هنا وجدت مبررين أساسيين من تم إنزالهم وحشدهم إلى هذه المناطق. هؤلاء حشدوا تحت هذا البند أن هؤلاء داعش، وأيضا هناك انقلابا على شرعية، وهم من يعتبرون أنفسهم المواطنين لهذه السلطة الشرعية. أما الجانب الآخر والأهم، فإن هؤلاء كانوا ينتظرون أن يخدم الجيش، لكن الجيش لم يكن لديه إمكانيات، كان وضعه ضعيفا. اليوم بدأ إسناد الجيش بشكل جيد، وتم دمج أو الآن يجري الإعداد الكامل لدمج المقاومة في الجيش الوطني في تعز. اليوم ربما على وسائل الإعلام تشاهد قادة المقاومة يرتدون الزي العسكري، وهي الحلقة الأولى، هنالك غرفة عمليات موحدة وهناك قيادة عسكرية تدير العمليات،
والعملية تحتاج وقت ربما قد لا يزيد عن شهرين ليكون قد استكمل تماما هذا النموذج. كنا القيادة كانت تعي هذه المسائل وهي تعمل على أن يتم أن يكون هناك جيش هو المحتكر الوحيد للعنف ومن تؤول إليه الأسلحة في تعز. طيب أنت ذكرت في كتاباتك عن اختفاء كل يعني مسميات المقاومة وفصائلها في تعز، هل هذا الانضواء هو تكتيك مرحلة أم أنه كما يقول البعض أنه يعني فعلا أو كما يقول الكثير أنه فعلا لافتة أو يافضة لحضور الدولة في تعز؟ هذه المسألة الدولة ليست حاضرة على الأرض، حاضرة في أذهان المقاومين. أولا هناك وضوحا لنموذج الدولة، والجميع لا يريد أن يكون زعيما ميليشياويا، الجميع يريدون الدولة أن تعول هذه الجماعات لأنها بنيت كجيش للدولة. هنالك من هؤلاء منهم أساسا موجودين في قوام الجيش، وبالتالي هم من العسكريين من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى المؤيدين للشرعية. هؤلاء قسم، والقسم الآخر موظفي دولة وهؤلاء سوف يعودون إلى أعمالهم المدنية. والقسم الثالث هم متطوعون من الشباب، وهؤلاء من يتم الآن عملية إدماجهم في الجيش، وهؤلاء أصبحوا جيشا محترفا لأنه تعامل منذ البداية كجيش، لم يتعامل كعسكر مقاومة باعتبار أنه حرر مناطق وسيطر عليها وبدأ بإدارتها، أدارها تحت اسم الشرعية والجمهورية، تحت اسم الشرعية وباسم الدولة، لم يستولي على مؤسسة، سلم هذه المؤسسات بمجرد أن حررها داخل المدينة وفي المديريات كل مؤسسة، وهم يوميا يعلنون أن السلاح الثقيل الذي يستولون عليه من الميليشيات كل هؤلاء يتم جرده، هناك اتفاقات ويتم جرده، هناك مخازن سوف تسلم، ما يبقى من أسلحة بيد التكوينات التي كانت قائمة أشبه بعهد، عهد سوف تسلم للجيش الوطني جاري جردها، كل القطع الموجودة محددة، وبالتالي هذه العملية ليست صعبة، كل ما كان يعوقنا هي الإمكانيات المادية فقط. طيب هل أفهم من حديثك أيضا أن هناك عمليات يعني يمكن وصفها بعمليات الغربلة التي تجري لأفراد المقاومة لاختيار الأنسب لضمه تحت الجيش الوطني، تحت راية الجيش الوطني؟ هناك محددات تم الاتفاق عليها في مجلس تنسيق المقاومة وقيادة الجيش وعبر هيئة الأركان، ويشرف عليها أيضا قادة عسكريين من قبل يعني هيئة الأركان وقيادة الجيش اليمني. هذه العملية أعطت للشهداء ثم للجرحى ثم لمن اشتركوا في الجبهات المقاومة الأولوية للانخراط في الجيش من أولئك الذين ليسوا عسكريين أساسا ويرغبون بالبقاء، وطرح سنا محددا يفضل أن لا يزيد أعمار هؤلاء كسن عن كحد أقصى عن 30 عام، ولكن هنالك أفضلية لمن كان عمرهم أقل من 25 عام، باعتبار أن ما نحتاجه هو جيشا لمرحلة يجب أن لا تقل عن 20 عاما كحد أقصى كبقائهم في الخدمة. أما أولئك من المدنيين أو المتطوعين من الفلاحين أو أرباب المهن فهؤلاء يكسبون أكثر من هذا، وهم يؤدون نداء واجب فقط. هؤلاء بيوتهم دمرت وتهدد وقراهم، فبالتالي اتحد لديهم هدفان، أولا حماية مناطقهم وتأمينها وتحرير محافظتهم، ثم إعادة الدولة التي تم الاستيلاء والسيطرة عليها. والجميع لديهم قناعة تامة في تعز، بمجرد أن طرحت فكرة دمج الجيش المقاومة في الجيش رحبت القيادات والأفراد بهذه الخطوة، لأن الجميع يبحثون عن مؤسسة. نعم. طيب بسؤال أخير وبعجالة أستاذ عبد الهادي، هناك من يتوقع حملة إعلامية مشوهة للجيش الوطني والمقاومة في تعز من قبل ميليشيات الانقلاب كما حدث في أوقات ماضية سبقت، هل هناك استعداد لهذه الحملة الإعلامية؟ فعلا هنالك الحملة مستمرة منذ اليوم الأول، اتهمت هذه المحافظة على أنهم داعش كما اتهم آباؤهم أثناء تقدم ما كان يعرف بحكومة الأئمة الزيديين من الشمال في عشرينات القرن الماضي بأنهم كفار تأويل، وبالتالي هذه جزء من الصراع على معدل أساسي. القتال دار في البلد على مبدأ رفض الدستور وتقسيم السلطة والثروة. هذه الجماعات تريد أن تظل هي المركزية في السلطة والثروة، ورفضت دستور البلد واعترضت عليه، وهو السبب الأساسي للانقلاب،
والناس في هذه المحافظة تعي هذه المسألة، والجميع يبحثون عن مؤسسة دولة، وبالتالي هم لديهم استعداد لدى المقاومة ولدى المقاومة الشعبية ولدى الحاضنة المدنية إعلام كافي، ولديه رؤية لكيفية التعامل مع هذه الهدمات، وسوف تنبئ عن ذلك الأيام القادمة. المحلل السياسي عبد الهادي العزازي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، شكرا جزيلا لك. أستاذ وليد، الآن ما هي ما يفترض أن تكون أولويات الجيش والمقاومة في هذه الفترة، وفي فترة ما يتوقع أنه فك حصار عن تعز وإن صح التعبير تحرير المدينة؟ بشكل طبيعي جدا يجب استكمال المراحل التي يتحدث عنها الجيش وناطق الجيش اليوم كان يتحدث عن أن العملية تسير وفق خطة محكمة. سنتابع إلى أين ستتجه هذه الخطة، وما الذي تم فيها من إنجازه وما لم يتم في هذا الجانب، وبالتالي ستتضح لنا الأمور أكثر عندما أيضا تنجز أو يصدر أيوة نعم أو تصدر الجيش أيضا عبر بياناته أو هكذا أنه أنجز خطته، وبالتالي حتى نستطيع نقرأ ما يجري على الأرض أو إلى أين تؤول الأمور. ولكن من الطبيعي أو من الواقعي أن أي منطقة يجب أن تحرر أو جبهة تحرر أن تؤمن وتعود إليها الدولة، أو يجري أيضا تأمينها بشكل واسع لتستمر حياة الناس كما كانت. يجب أيضا أن يشعر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، يجب أن ومن أولويات الأولويات هنا يجب أن يشعر الناس بأن الدولة حاضرة. الجيش والمقاومة قبل الآخرين أو قبل غيرهم هم من جربوا الحرب ومرارة الحرب ومذاق الدم، الجثث أيضا في كل المناطق داخل تعز في كل أغلب المحافظات اليمنية، وهذا سبب واحد فقط بأن غياب الدولة ومشروع ضرب الدولة من قبل الميليشيا والانقلاب وجماعة الانقلاب، وبالتالي لا مفر أمام أي طرف أمام أي فصيل أمام أي تكتل إلا حضور الدولة. أنا أتوقع شخصيا بأن كما قلت لك أيضا في بداية الحلقة بأن تعز قد تكون هي الموقع الجغرافي أيضا المهيئ الآن لعودة الحكومة بشكل عام، لعودة السلطة، لعودة الحياة بشكل عام. هناك اليوم أيضا عندما فتح المنفذ بدأت الناس تتحرك بشكل لافت لا تتخيل أيضا، هناك أيضا وصلتنا فيديوهات وصور من الضباب، وادي الضباب مشهور، الناس أيضا هو أشبه بمنتجع سياحي عفوا نعم سياحي، الناس متعودة على حضور الدولة، حضور الحياة، تسير الحياة بشكل طبيعي، فلا مفر أمام الجيش والفصائل المقاومة إلا أن يشعر الناس بحضور الدولة واستكمال فتح الحصار. يعني وفقا لغياب المعطيات أو المعلومات حول طبيعة الخطط العسكرية وطبيعة أداء الجيش في هذه المناطق، السلطة الرابعة الصحافة لنقل، كيف يجب أن تتعامل أو تقيم أداء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في هذه الفترة، خاصة أنها يعني تتحمل مسؤولية أخلاقية بأنها تمثل ما يريده الناس وتمثل ما أوجاعهم ومطالبهم؟ نعم، عموما في تعز بالذات وتحديدا أنا أعتقد أو دائما أقول خلف كل عنصر أو خلف كل فرد من المقاومة والجيش مصور أو صحفي، ولذلك الشيء الإيجابي يطفو على السطح أيضا والشيء السلبي. تحدث خلافات كانت داخل بين شباب المقاومة حتى وصلت حتى إطلاق النار وتطلع أيضا أو تنشر وتبث للرأي العام، وهكذا أيضا يجري التعامل مع القضايا الإيجابية أو التقدمات اللي تحرزها المقاومة. نحن نرى أيضا أو نشاهد صحفيين ومراسلين جميع القنوات من زملائنا ومصورين في الصفوف الأولى، هناك بعضهم فقد حياته في 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 هذه الحرب، وطبعا لا يبحثوا عن شهرة، أغلب الزملاء المصورين في تعز أيضا ضحوا بأشياء كثيرة ونحن نعرف أيضا حتى بعضهم خسر حياته أو فلا يبحثوا عن شيء، لا شهرة ولا مال، هم يبحثوا أيضا عن تصدير الحقيقة للرأي العام والمجتمع، وهذا الذي يحدث في تعز. حتى اللحظة أيضا نحن نعرف أيضا بأن القتال ما زال مستمر في أغلب الجبهات التي لم تحرر،
وفي ريف المدينة. أنا فقط أحب أن أوجه رسالة لأمهات إخواننا في المحافظة الشمالية وآبائهم وأسرهم بأن يسحبوا أبنائهم من هذه الجبهات. هناك جثث بالعشرات تصدر إلى هذه المحافظة من تعز، وبالتالي يكفي حرب. الجميع جرب مذاق الدم، الجميع ذاق البارود والبارود وشعروا بمرارة قاسية. يبدو بأن الحرب أيضا سنة ونصف وأكثر لم تقدم مع أي طرف، وبما فيها أيضا تعز نقلت صورة كافية عن ماهية الحرب أساسا. أشكرك أستاذ وليد البوكس الصحفي وزميل بغرفة الأخبار في قناة بلقيس، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. إلى حين الملتقى، إلى اللقاء.